مساء الخير مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان، كل ما يخص الألعاب الرياضية المختلفة في جميع الملاعب ومن داخل كل الاصطلاحات العالمية والأفريقية وأكيد العربية، وبالتأكيد كمان الأخبار ومتابعات منتخباتنا المحلية شاركتهم كتير في الفترة اللي جاية واستعدادهم كمان مع أنديتهم للموسم الجديد. ودايما شعارنا هنا في ملاعب الأبطال إن زي ما ملاعبنا كتير أبطالنا أكتر بكتير. ضيوف حلقتي النهاردة هما نجمات منتخب مصر الشابات طبعا تحت 21 سنة، بطلات أفريقيا للكرة الطايرة، هيكونوا ضيوفي النهاردة، هتكلم معهم في حاجات كتير جدا. منورني النهاردة هنا تامر وحبيبة زعتر ومي غزال، ثلاثة من نجوم مصر الشابات الواعدات لمستقبل مبهر إن شاء الله للكرة الطايرة، وهيكون لنا حوار معاهم النهاردة عن المشاركة في بطولة أفريقيا، المنافسة كانت عاملة ازاي مع المنتخبات الأفريقية، طموحاتهم كمان الفترة اللي جاية خصوصا بعد تأهلهم لنهائيات كاس العالم لشابات الكرة الطايرة. كل ده هيكون معانا النهاردة في فقرتنا الحوارية. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا، في الحقيقة في موضوعين النهاردة عايزة أتكلم مع حضراتكم فيهم، وعايزة أبتدي بالبطولات الكتير اللي بتقام في مصر في الفترة الحالية، حاجة أكيد بتسعدنا كلنا وبتقدم للعالم كله أو قدام العالم كله أن مصر دولة كبيرة جدا عندها إمكانيات أكبر في كل الرياضات، عندها إمكانيات كبيرة جدا، وده اللي مخلي كل دول العالم تتسابق على إسناد تنظيم البطولات العالمية والأفريقية وكمان العربية لمصر. وده لأن بصراحة الدولة المصرية الفترة اللي احنا فيها دلوقتي عملت تطوير غير طبيعي، منشآت رياضية كتير جدا وعلى أعلى مستوى، وده اللي نقل الرياضة المصرية لمرحلة تانية خالص على مستوى العالم. وكان البداية لو رجعنا كده هنفتكر بطولة أو تنظيم بطولة العالم لكرة اليد اللي كانت في 2021 بعد كورونا والعالم كله متوقف، مفيش حد بيعمل بطولات، كان تحدي كبير جدا جدا، واللي بسببه رجعت الرياضة العالمية وتنظيم البطولات. وكتير في الحقيقة كرر يعني وقتها البابل اللي احنا عملناها طبعا للبابل الطبية دي اللي كنا عاملينها للوفود وللمنتخبات، بدأت ان هي تترجم في بطولات كتير. كان عندنا في مصر خلال الشهر اللي احنا فيه ده تنظيم تصفيات كاس العالم لقارة اسيا وافريقيا للبادل تنس، وده في مصر، والأول مرة يعني مصر بتساعد كمان على نشر الألعاب الجديدة، مش بس بتشتغل على الألعاب اللي ليها تاريخ، وده دور مهم جدا. وعشان عندنا الإمكانيات بنستضيف البطولات المختلفة في كل لعبة. وكان عندنا امبارح اللي متابع هيبقى عارف الكلام اللي أنا بقوله ده، اختام البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للناشئين، والأقيمت طبعا في مصر، ودي بطولة مهمة جدا جدا لأن منافسات ألعاب الماء المختلفة في السن الصغير ده بتساعد على تطوير المستوى، رفع روح المنافسة، وأن مصر تكون الدولة المنظمة لأول بطولة، ده تأكيد على قدرات وإمكانيات الدولة المصرية، وده شيء مهم جدا للي جاي بعدين. ده احنا حطينا حجر الأساس وبنشتغل عليه كل اللي جاي، وفعلا بناخد خطوة ورا خطوة، ومع نجاح كمان البطولات في التنظيم والمستوى الفني، المنتخبات الكتيرة جدا اللي بتجيلك وبتشارك عندك في البطولات، ده بيديك سبورت ان انت تستضيف بطولات في كل الرياضات. طبعا كاميرا ملاعب الأبطال بتكون موجودة في كل مكان، كانت موجودة في ختام البطولة العربية الأولى لألعاب الماء اللي كنت بقول لحضراتكم عليها. خلينا نشوف اللقاءات من البطولة والتصوير الحي، ونرجع أقول لحضراتكم معنا إيه تاني في حلقتنا النهاردة.
18 دولة عربية مشتركة، أكتر من 400 متسابق موجودين، يعني في الحقيقة حاجة مشرفة جدا جدا جدا. مبروك لأولادنا طبعا، حتى لو يعني في غلبة في الجوائز المصرية، لكن احنا بنهني كل من شارك، بصفة خاصة ان الحمد لله كل ولادنا في المنتخبات الجماعية أفريقيا فزنا بها كلها. طبعا التنظيم اللي احنا كلنا شايفين النهاردة ده شيء ما هوش جديد على الاتحاد المصري للسباحة. احنا قادرين بالكوادر اللي موجودة في الاتحاد انها تنظم كل الاحداث على اعلى مستوى. الحقيقة المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد حاطط خطة عشان نقدر ان احنا نستضيف معظم البطولات الاقليمية والدولية في مصر، فعندنا الكوادر القادرة على كده. والكلام اللي انا بقوله ده انا طبعا يعني شهادتي مجروحة، لكن ده بشهادة كل الاشقاء العرب اللي جم في البطولة. يعني الحقيقة ما ودنا البطولة تنتهي، حنا مع البطولة ولا ودنا ننتهي من الحماس اللي موجود. هذه من اقوى البطولات العربية اللي انا شفتها في حياتي، وبعدين هذه البطولة فيها 18 دولة شاركت فيها. حنا أخذنا فيها ميدالية فضية في كرة الماء، سبقها استعداد كبيرة، السباحين الصغار طلعوا في الرابع وكان ممكن يطلعون بالثاني والثالث والمراكز المتقدمة، بس السباحة تعتمد على تيبر، وتيبر ما كان كويس فنيا عندنا في النهاية. الحماس ما ودنا يوقف. البطولة العربية، التقاء الأشقاء، التقاء السباحين مع بعض، التقاء المسؤولين مع بعض، والحماس اللي ندفعه بيننا كدول أنه نستمر إن شاء الله في البطولات القادمة. قبل البطولة هذه كان في بطولة في أبوظبي وكانت جدا قوية، وبرضه كان تنظيمها رائع. البطولة طبعا حلوة جدا والتنظيم حلو، حاجة يعني دولية، وبطولة أول مرة شارك ومبسوط جدا يعني ان انا شاركت في بطوله زي دي. استفدت طبعا من المنافسات وفي روح رياضيه مع اصحابي في المنتخب، وعملت صحاب وفي منافسه يعني كويس. المنافسه كانت قويه خصوصا بين الجزائر وتونس ومصر، يعني خصوصا مصر. انا بنفسي حققت ميداليه برونزيه في سباق 200 متر فراشه، واربع ميداليات فضيه في سباقات تتابع، وفي عنا سباحين جيدين يعني حققوا ميدالية ذهبية. شلت الخمسين باك والمية باك والمتين باك والمتين حرة والثلاث تتابعات، الأربعة في 200 والأربعة في 100 متنوع والأربعة في 100 حرة. والنهاردة الحمد لله حققت ثالث في الأربعة في 100 متنوع، وأنا وفريقي مبسوطين قوي بالتنظيم، والبطولة حلوة قوي واستفدت من الناس اللي معايا وخبرة حلوة. الحمد لله حققت 3 ميداليات من أصل 4 سباقات، ذهب رقم عربي فضيتين، وأحرصت مركز الرابع سباق 100 متر فراشة، وذهبية 100 متر حرة، وفضية 200 متر ظهر، وفضية 200 متر متنوع. الحمد لله البطولة ديت 3 برونزيات، واحدة في 50 فراشة، واحدة في 100 فراشة، والنهاردة الحمد لله في التتابع المتنوع. الحمد لله البطولة كويسة جدا وصعبة ومنافسة كتيرة. طبعا شعور جميل جدا، لان ما شاء الله يعني المنتخب كله تعب بالذات في البطولة دي، وطبعا يعني فرحة الناس حضرتك لو تشوف دلوقتي يعني فرحة يعني بجد، يعني الذكرى دي بالذات مش هتتنسي بالنسبة لي. 6 ميداليات، اول 50 دولفين، اول 50 باك، اول 100 باك، اول 200 باك، واول تتابع متنوع مختلط، واول تتابع متنوع. يعني البطولة العربية لألعاب الماء في الحقيقة، يعني وأنا بتفرج مع حضراتكم على التقرير شايفة كارنفال بيضم كل الوفود العربية وكل المنتخبات اللي كانت بتشارك على أرض مصر، طبعا هي المنظمة للبطولة، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل. نقطة تانية عايزة أتكلم فيها النهاردة في حلقتنا، وفي الحقيقة هي خطوة إيجابية جدا من وزارة الشباب والرياضة اللي أعلنت عنها بتطوير ملاعب الهوكي خلال الفترة الحالية عشان الهوكي يدخل كمان مرحلة استضافة البطولات القارية والعالمية زي كل التطوير اللي بيحصل في كل المنشآت. ده على المستوى الشخصي يعني خبر أسعدني جدا. كان معايا رئيس الاتحاد الهوكي وكان بيقول ان احنا محتاجين نطور الملاعب ومحتاجين ان احنا يعني ناخد خطوة كده ناحية التطوير عشان نقدر نستضيف بطولات كبيرة زي ما مصر بتستضيف بطولات في كل الألعاب. الحقيقة هيساعد بدرجة كبيرة جدا ده على تطوير اللعبة على مستوى المنتخبات، ممكن تكون متراجعة النتائج بعكس مستوى الأندية اللي نادي الشرقية مثلا بيحقق فيها نتائج تاريخية، هو البطل التاريخي لبطولة أفريقيا للهوكي، وكمان مسابقات المحلية
كان آخر حاجة حصدها فريق الشرقية كاس السوبر للرجال والسيدات للموسم الحالي بعد الفوز فوز فريق الرجال على الطائرات ب5-4 وفوز فريق السيدات على فريق إسترن كامباني ب4-2. فكرة التطوير للملاعب ده أعتقد هيبقى سبورت كبير جدا لانتشار اللعبة لتحسين مستوى المنتخبات أكيد، وهيكون في منافسة شرسة جدا ما بين الأندية، مش هتقتصر على نادي واحد بس هو اللي يستحوذ على كل البطولات، وده هيصب في مصلحة منتخبنا الوطني. أيضا كاميرا ملاعب الأبطال كانت موجودة في نهائي كأس السوبر. خلينا نشوف اللقاءات، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. البداية السنة دي استكمال المسيرة اللي تمت السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت قدرنا اللي احنا ناخد بطولة الدوري وكاس مصر والسوبر. كانت نتائج مبشرة قوي كابتن السنة اللي فاتت. الحمد لله الفريق عنده جاهزية للاعبين، عنده اعداد جيد، عنده مناصرة من المحافظة عامة وسيادة المحافظ ممدوح عراب. المجلس الموجود حاليا بكاد الدكتور حمدي مرزوق ودعم وزاره الشباب والرياضه دكتور محمود عبد العظيم ومسانده معالي المستشار سيد عبدين، كل دوت هيئ الفرقه ان يكون ليها دوام الممارسه الاحتضان الكلي. ما عندناش غير حاجه واحده اللي احنا نستمر اللي احنا نحقق قطاع البطوله. هو احنا منظومتنا مختلفه لان احنا منظومه احتراف للاعبين والاجهزه الفنيه، يعني احنا كنا محترفين كأجهزة فنية برا مصر علاوة على اللعيبة المحترفة برا مصر، فانت منظومة انت بتشوفها من فوق مش بتشوفها على المستوى الأفقي. المستوى الأفقي ممكن احنا كلنا مش هنتقدم، احنا عندنا دراسات كاملة لحالة الفرق، دراسات كاملة لحالة الفرق، حالة التطور للفرق، حالة التغيير للتكتيك اللي بيستخدم، فانت راصد جميع المؤشرات اللي تنجحك. بدون رصد بدون تحليل مفيش ايجابيه انك تقول في يوم من الايام انا بطل. لو احنا فكرنا اللي احنا هنشتغل منافسات في نطاق الدوري المحلي المصري هنتسرب كل الناس، لكن انت ليك منظور مختلف، ليك اجهزه متكامله، ليك تحليل عن كل الحالات ان كانت ايجابيه او سلبيه، بناخد القرار المناسب وفقا لمتطلبات المنافسه. عشان كده احنا بنفرق عن باقي الانديه، احنا ما بنلعبش جيم من طرف واحد، لا لا. الحمد لله فريق الشرقيه فريق محترم، فريق كويس، فريق جماعي، بيقدر يحصد بطولات لانه متعود على النهائيات من زمان. حاصدين 27 بطوله دوري من اصل 30 وحاصدين 25 بطوله افريقيه من اصل 28 او 30 بطوله. والهوكي المصري عموما بدا يتطور شويه عن شويه بسبب التدخل الاعلامي اللي بدا يحصل. الحمد لله يعني قناة اون تايم سبورتس بتذيع كل النهائيات بتاعتنا. اللعيبة اللي كانت معانا قبل كده كانت لعيبة كلها منتخب، فلما كانوا بيسافروا بطولة منتخب أو حاجة كنا احنا لسه صغيرين، كانوا بيرجعوا يدونا الخبرات اللي عندهم والثقة اللي عندهم في الملعب، لأن الثقة دي بتفرق كتير جدا للاعب. لعيب طول ما هو واثق من نفسه بيقدر ينفذ أي حاجة المدرب يطلبها منه. ودلوقتي نادي الشرقية يعني بيمر مرحلة جديدة اللي في عناصر كتير مشت من الفرقة السنة اللي فاتت، ومعظم الفرقة دلوقتي لعيبة الشباب، وبإذن الله يعني هم يعني لقد المسؤولية الفترة الجاية يشيلوا معنا الفرقة وربنا يكرمنا بإذن الله في اللي جاي. احنا الحمد لله يعني أي بطولة بنلعب عليها، أي مباراة، أي حاجة بالنسبة لنا بطولة، يعني عايزين نكسب كل حاجة، يعني الفرقه ما بينفعش ما تعرفش حاجه اسمها خساره. والله انا بشكر الناس على يعني الناس السنه ديت داعمين الفرقه بكل حاجه ماديا ومعنويا وكل حاجه، فباذن الله اللي جاي كل لينا باذن الله وربنا يكرمنا ونقدر نعمل لهم حاجه. احنا بصراحه الفتره اللي فاتت في حاجات عدتنا كتير، نهايه الدوري العام احنا كسبنا برضه فريق الطيارات الفريق المحترم. الفتره دي الموسم كويس، مجلس اداره بصراحه مدعمنا كتير وناس محترمين بصراحه، ان هم دلوقتي المعادل موفر لنا كل حاجه. هو في لعيبه مشيت من عندنا بس بدون خارج الاداره يعني. والحمد لله طبعا في تطور ماشي، ونامل ان يكون في تطور اكتر من كده من قبل رياضه الهوكي، لان طبعا دي من الرياضات الشهيده مش زي القدم زي الرياضات الثانيه. فكل المنظومة وكل القائمين عليها وكل اللاعبين بيحاولوا بقدر الإمكان الارتقاء باللعبة وإن نوصل إن شاء الله لفيها المستوى أفضل من كده عالمي. بالنسبة لفريق الطائرات إحنا دايماً عندنا قاعدة ناشئين وقاعدة أشبال،
بنبتدي دايما بالفريق الاول بيبقى عناصره من ذو الخبره وفي نفس الوقت برضه بيبقى بنسبه مثلا 60% من الشباب، بحيث ان احنا عندنا قاعده كويسه الحمد لله وحصلت على بطولات جمهوريه كتير، فبناخد منهم طبعا المميزين بنشاركهم مع الفريق الاول بحيث تبقى دفعه ليهم وفي نفس الوقت افاده للفريق الاول. وزاره الشباب والرياضه تنظر شويه للعبه الهوكي، بالنسبه لاستاد القاهره طبعا محتاج يتطور الملعب بتاع الطائرات نفسه، يعني احنا واخدين بطوله افريقيا والملعب لحد دلوقتي ما فيهوش صيانه، فيعني بنطلب من الوزير طبعا نظره بس الملعب الطائرات وان شاء الله يلاقي افضل من كده بكتير. اكيد بتمنى الفتره اللي جايه يكون في تطوير اكتر لملاعب الهوكي، زي ما قلت لحضراتكم ده هيبقى سبورت كبير جدا لمنتخبنا الوطني. كل يوم بيكون معانا سؤال في ملاعب الابطال، سؤالنا النهارده قبل مباراه القمه بين الزمالك والاهلي غدا، مين يفوز بكاس السوبر ليج كره اليد؟ خلينا نشوف متابعينا بعتوا لنا ايه. تايجر كاتب زمالك ان شاء الله. في ابراهيم سراج بيقول فوز الاهلي ان شاء الله، اهلاوي افتخر. عبد الرحمن مساء الفل، اتوقع الزمالك، اهلاوي وافتخر. ايهاب دويدار ان شاء الله الاهلي يحسم القمه ويكون بطل السوبر عن جدارة. محمد خليفه ازيك يا محمد، اتوقع فوز الاهلي. في معتز ان شاء الله الزمالك. كل التوفيق طبعا لكره اليد المصريه ايا كان مين صاحب اللقب في البطوله، فاكيد اللي هيتعب هو اللي هيستحق. كل يوم بيكون معانا اسطوره كتبت التاريخ في مشاركاتها الرياضيه، واسطوره حلقتنا النهارده لاعب الجمباز الصيني تشين يي بينج، واسطوره في الحقيقه كتبت تاريخ كبير جدا في الجمباز. خلينا نقرب اكتر من اسطورتنا النهارده ونرجع مره ثانيه معاكم. صعبة جدا اللي تقدر تحقق فيها انجازات كبيرة جدا زي تشين يي بينج اسمه كده، هو طبعا محقق ميداليات كتير جدا على المستوى العالمي وفي الاولمبياد كمان. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل استقبل ضيوفي النهارده اللي هينوروني من منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة. هيكون معايا النهارده هنا تامر وحبيبة زعتر ومي غزال، وحوار مطول بعد الفاصل. في بداية حلقتنا النهاردة ضيوفي نجمات أفريقيا في الكرة الطايرة للشابات، واعدين في الحقيقة يعني عملوا مجهود كبير جدا خلال البطولة من خلال متابعتنا ليهم، وأعتقد إن شاء الله أن هم هيكونوا نواة قوية جدا للمنتخب الأول، وتفاصيل كتير أكيد هعرفها منهم النهاردة عن بطولة أفريقيا واللقب إزاي طبعا قدروا أن هم يحصلوا عليه في ظل المنافسة الشرسة مع تونس المغرب الكاميرون، منتخبات قوية جدا في الكرة الطايرة. منوراني النهاردة طبعا حبيبة زعتر، برحب بك يا حبيبة. ازي يا حبيبتي، أخبارك إيه؟ كله تمام. كمان معانا النهارده مي غزال، ازيك يا مي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟
كله كويس. كمان معايا هنا تامر. ازيك يا هنا؟ الحمد لله. علي صوتك. الحمد لله. هنا شكلها هادي بس هي كمان في الفصل كانت هاديه كمان. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله. طيب حبيبي، عايزه ابتدي معاكي يعني في البدايه كده قبل ما تسافروا البطوله وانتوا بتستعدوا للبطوله، الاستعداد كان عامل ازاي؟ المعسكر اللي انتوا انضميتوا ليه، المنافسه كانت عامله ازاي؟ كنتوا متوقعين ان انتوا هتقدروا ان انتوا تاخدوا البطوله وتحققوها، ولا كانت الامور عامله ازاي قبل ما تسافروا؟ هو احنا اتجمعنا مبدئيا قبل البطوله بمثلا 4 شهور، كان استعداد يعني كنا بنستعد، بس هي احنا ما كناش نعرف ان البطوله قريبه. احنا عرفنا قبلها مثلا باسبوع، احنا كنا عاملين حسابنا ان البطوله لسه في شهر 10، فاللي هو كنا واخدين راحتنا قوي في المعسكرات وكده، ما دخلناش معسكر اللي هو داخلي يعني دخلنا كان ما كناش لسه دخلنا معسكر، يعني كنا اللي هو بنتمرن صبح وبالليل بس، كنا بنروح بيوتنا. بعدها عرفنا كانش معسكر مغلق. لا بعدها عرفنا ان البطوله خلاص قدامها اللي هو الاسبوع اللي جاي، واتفاجئنا طبعا، يعني كانت مفاجاه جدا بالنسبه لنا. بس الاتحاد طبعا عمل لنا معسكر على طول، يعني دخلنا اليوم اللي بعده على طول. وبس كانت مفاجاه حلوه ولا قلقتوا؟ لا اكيد قلقنا شويه، لان احنا يعني كنا واخدين راحتنا بزياده، ان البطوله كان لسه قدامها مثلا 4 شهور، فاحنا كنا برضو واخدين راحتنا، مش عاملين حسابنا ان في ماتشات قريبه، يعني كنا واخدين راحتنا شويه يعني. ما كنتوش لسه دخلتوا في المود يعني ان انتوا تستعدوا للبطوله. طيب مي، يعني عايز اعرف منك، شفتي المنافسه في البطوله ازاي؟ انتوا لعبتوا منتخبات كبيره ومنتخبات مش سهله، كنت شايفه المنافسه ازاي؟ كنت شايفه ان انتوا قريبين، ولا كنت حاسه ان الامور كانت صعبه لكن بالجديه والتعب وانتوا كنتوا مستعدين زي ما حبيبه لسه بتقول قدرتوا ان انتوا تحققوا الفوز؟ واحنا كده كده كنا بقالنا فتره عاملين معسكر في مصر، بس كنا عاملين حسابنا البطوله في 10 زي ما زعتر قالت، بس اول ما عرفنا بقى ان البطوله الاسبوع الجاي، لقينا بقى ان كل المنتخبات الثانيه كانوا معسكرين بره، يعني في كام فرقه كانوا معسكرين معسكر خارجي في برازيل، وكان بقى لهم حبه 4 شهور عاملين معسكر داخلي. احنا تقريبا الفرقه الوحيده اللي اتفاجئت بالموضوع ده، فالموضوع كان مقلق شويه، بس احنا كنا مستعدين بصراحه. اول ماتش ليكوا كان مع مين؟ اول ماتش كان مع الكاميرون، اللي هي كانت بالنسبه لنا اجمد فرقه، لان دي كانت اخر فرقه لعبناها في البطوله اللي فاتت، فاحنا بقى عشان عارفين البطوله هتبقى في تونس، فتبقى الدنيا كويسه مع تونس شويه، فلقينا اول ماتش على طول كاميرون اللي هي الفرقه الجامده يعني. بس طيب هنا هي هنا يعني اول ماتش مع الكاميرون، وانتوا كنتوا ممكن زي ما مي بتقول كنتوا قلقانين من الكاميرون، الجيم كان عامل ازاي؟ كان كنتوا حاسين ان الفرقه صعبه، ولا يعني من اول ما دخلتوا في الجيم لقيتوا نفسكم لا افضل فبداتوا تاخدوا ثقه؟ يعني انت عارفه بيبقى في ايه رهبه كام دقيقه كده في اول بطوله واول ماتش تحديدا، لازم بيبقى بتحسي بصعوبه فيه حتى لو كان المنتخب اللي قدام منك في المتناول. هو كان يعني اول ماتش فعلا مع الكاميرون كان يعني هو كان مش صعب، بس احنا كنا المخوف يعني مخوفين نفسنا، يعني احنا ممكن نلعب احسن من كده بكتير، مع اننا كسبنا يعني 3-0 ويعني مرتاحين جدا، بس احنا كنا برضو في اللي هو الرهبه يعني من الكاميرون وكده. ايه اكتر حاجه كانت قلقاكي من الكاميرون؟ يعني اطوالهم ما شاء الله يعني كويسه، فطبعا يعني كان ان احنا نعدي منهم صعبه يعني. بس طيب حبيبه، اكتر ماتش بالنسبه لي كان صعب بخلاف الكاميرون، يعني بخلاف بدايات البطوله، لعبتوا المغرب ولعبتوا تونس؟ يعني اخر ماتش مع تونس ده بالنسبه لي كان اصعب واحد صراحه، عشان هو كان هم جابوا جماهير كتير جدا الماتش ده، وكانوا اللي هو عايزين يكسبوا جدا الماتش، فاحنا يعني احنا كنا متوترين سنه عشان بس عايزين نكسب الماتش، لان ده كان اخر ماتش خلاص وهناخد الكاس، فكان طبعا يعني ضاغطين على نفسنا قوي ان احنا لازم نكسب الماتش ده. هو طبعا كان صعب، بس احنا يعني كسبناه بسهوله شويه، ان احنا كنا احسن منهم بكتير الماتش ده فنيا. طيب بالنسبه للجمهور، يعني وجود الجمهور في الملعب بالاعداد الكبيره اللي انت بتتكلمي فيها دي، وانا عارفه يعني ايه فاينل ويبقى فيه البلد اللي هي بتستضيف البطوله، يعني الجمهور هيبقى قافل الملعب، ازاي انتوا قدرتوا تحولوه من ان هو ضغط عليكم ان انتوا تاخدوا دفعه وتقدموا احسن حاجه عندكم رغم ان الماتشات دي بتبقى صعبه جدا؟ هقول لك، احنا كنا اللي هو واخدين الموضوع ان احنا عايزين يعني ناخد ريفنج منهم، لان احنا كنا كسبانينهم يعني على 3-0 اللي هو مبهدلينهم يعني اول ماتش ده، فتاني ماتش ده كنا داخلين اللي هو احنا عايزين نكسب الجمهور بتاعهم، يعني على قد ما احنا يعني عايزين نكسب قوي، فاحنا كنا بناخد التشجيع ده ان هم كانهم بيشجعونا احنا، مش اللي هو بيشجعوهم، مش ضغط عليكم. لا خالص.
بس كنا بنعتبر ان هم مش موجودين يعني، كنا اللي هم مركزين في الماتش مش يعني بنعتبر الجمهور ده مش موجود خالص. لما قلت لي يا مي ان ماتش الكاميرون بالنسبه لك يعني كان اكتر حاجه قلقاكي، انا تخيلت ان انت هتقولي لي تونس بصراحه، يعني انا قلت ممكن يكون الجمهور وعلى ارضهم، وفكره ان انت تقابلي تونس في النهائي فبرضه يعني ايه اكون او لا اكون، ما هو يا انا بطل افريقيا يا اما الوصيف ده بيتحط في التاريخ بس ولا ما بيتحسبش. فقد ايه كان الماتش ده صعب بالنسبه لكم؟ هو احنا الكاميرون بالنسبه لنا كان اصعب لان دي فرقه بتلعب من غير سيستم يعني، هم اطوال واجسام وكده يعني، هم بيضربوا من فوق قوي، بيضربوا جامد، بلوكاتهم عاليه. بس تونس احنا وهم في نفس المستوى شويه، فاللي هو نقدر نلعب معاهم فنيا اعلى. طيب حضور الجماهير كان في اخر مباراه بس ولا كانوا بيحضروا بقيه المباريات؟ احنا اول ماتش كانش الجمهور كتير قوي لان اصلا بطوله بتلعب في ليبيا مش في تونس العاصمه. اعتقد معظم البنات وكده مش من العاصمه دي، فكانت صعبه قوي ان الجمهور يجي يعني. اخر ماتش هو بصراحه الجمهور كان كتير قوي، بس يعني ده ما اثرش فينا خالص، بالعكس احنا كنا غلين قوي ان احنا نكسب الماتش يعني. طيب هنا قولي لي هنا، كابتن ماجد مصطفى كان بيقول لكم ايه يعني قبل ما البطوله تبتدي؟ اكيد اول مباراه كانت مباراه مهمه جدا، اتكلم معاكم في اوضه اللبس، اتكلم معاكم قبل الجيم، قال لكم ايه؟ كانت ايه التعليمات بتاعته قبل مباراه منتخب الكاميرون؟ يعني هو كابتن ماجد كان بيحاول يعني، هو كان شايف ان احنا قلقانين شويه من البطوله يعني، فكان كل شويه مثلا هو بيفضل يطمننا، يفضل يقول لنا ان هو يعني الموضوع سهل، وان احنا لو بس لعبنا بمستوانا العادي اللي احنا بنلعب بيه في التمارين هناخد البطوله بسهوله جدا يعني، اللي هو كان بيفضل يطمننا كتير قوي يعني. لكن ما كانش في فيديوهات لل... لا طبعا كان في فيديوهات طبعا قبل، اكيد ده ساعدكم كتير. بصراحه كان قبل كل ماتش نتفرج على يعني اجمد ماتش للفرقه الثانيه يعني، ونشوف نقط يعني ضعفهم وكده ونلعب عليها يعني. هو كانت مشكله الكاميرون ان ده اول مره نلعبهم، ما كانش معانا فيديو ليهم. فكانت مفاجاه يعني. هما بالنسبه لكم كانوا مفاجاه، لكن ما شفتهمش ماتشات مع يعني عشان ده كان اول مره نشوفهم، يمكن يكون ده اللي كان ليه صعوبه اكبر ان انتوا بالنسبه لكم الفرقه مجهوله شويه. بس هو كابتن ماجد قال لنا ان احنا ما بنلعبش بس على افريقيا، لازم نركز على اننا فرقه تنافس في كاس العالم، مش اننا نكسب افريقيا بس. كنتوا حاطين هدف من قبل ما البطوله تبتدي؟ هو احنا بالنسبه لنا دي تسخين كده. طيب هنشوف بقى التسخين، ودخلت على التراك نشوف بقى كاس العالم، ولكن خلينا في الاول نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين حوارنا النهارده اكتر من ممتع مع ضيوفي نجمات الكره الطايره، طبعا الشابات اللي منوريني النهارده، خليكم معنا بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين فقرتنا الحواريه مع نجمات الكره الطايره للشابات الحاصلين على بطوله افريقيا، ولسه مكلمين في تفاصيل طبعا خاصه بافريقيا، استعدادهم كمان للمشاركه في كاس العالم. معايا النهارده حبيبه زعتر وهنا تامر ومي غزال. حبيبه قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اصعب المباريات اللي واجهتكم، ولكن منتخب تونس انتوا قابلتوه في المجموعه الاولى او يعني قبل الفاينل، وقابلتوه مره كمان في الفاينل، ايه اللي اختلف يعني؟ انهي كانت بالنسبه لكم مباراه اصعب؟ ايه الاختلاف فنيا في منتخب تونس في مباراته الاولى عن الفاينل اللي انتوا قابلتوه في وسط الحضور الجماهيري الكبير ده؟ هو طبعا منتخب تونس في الماتش الاول كان ما عندوش الحافز اللي هو كان عنده في الماتش الفاينل، ان هو كان في جماهير كتير جدا، فهو ده طبعا كان مديهم يعني اللي هو حافز كبير قوي ان هم يكسبوا الماتش، ان هو كانوا خلاص قريبين جدا من اللقب يعني. فطبعا ده يعني كان بالنسبه لهم احسن بكتير في الماتش الثاني. وفي اول ماتش احنا كسبناهم يعني، يعني كسبناهم بسهوله. بسهوله يعني قصدي. واحنا كنا مستعدين جدا للماتش الاولاني ده لان احنا اتفرجنا عليهم قبلها، وكنا داخلين اللي هو واثقين من نفسنا وعارفين ان احنا هنكسب الماتش بصراحه في الماتشين يعني، في الماتش اول واحد والفاينل. بس طيب الماتش الاولاني انتوا كسبتوا فيه، الفاينل ازاي جددتوا الدوافع عندكم؟ يعني انا ممكن ادخل الفاينل بحس ان انا اعلى من اللي قدام مني، وهنا تحصل يعني الغلط. هو ده بصراحه هنا حصل معانا بصراحه في ماتش الفاينل، كاني كنت معاكوا. الموضوع بيبقى نفسي شويه يعني، ببقى شايفه ان لازم تبقوا مهيئين ليه نفسيا كويس. لان هو بيبقى شعره ما بين الثقه وان انا ابقى اكبر من الجيم. فعلا حصل معانا ان احنا كسبنا اول يعني 2 جيمز بسهوله جدا،
بعد كده في الشوط الثالث جينا بقى تقريبا اخذنا ثقه في نفسنا زياده، وكنا عارفين ان احنا خلاص كسبانين الماتش، فاللي هو استسهلنا شويه وبقينا نلعب يعني على قد الفرقه اللي قدامنا. هم كانوا بيلعبوا مش يعني مش كويس، فاحنا بدانا بنلعب على قد المستوى بتاعهم، فما قدناش بقى بمستوانا احنا يعني. احنا بدانا نلعب اوحش بكتير فخسرنا الجيم ده، بس الحمد لله يعني كسبنا الماتش 3-1. بس كانت حاجه برضو يعني ما ينفعش تحصل يعني مننا. يعني حسيتوا ان حصل جزء كده استهانه بالخصم فما ما قدرتوش. طيب مي يعني ازاي فقتوا؟ يعني انتوا كسبتوا 2 وبعد كده خسرتوا جيم، وبعد كده لعبتوا الجيم الرابع كسبتوا فيه، ايه اللي حصل؟ يعني كابتن تامر اتكلم معاكم قال لكم ايه؟ كابتن ماجد عفوا اتكلم معاكم قال لكم ايه؟ قال لكم يعني خلي بالكم ممكن هو لو كسبوا الجيم ده يبقى يعني ما تقربوش الامور، يعني حاولوا تحسموا الجيم بدري بدري، قال لكم ايه؟ هو كده كده احنا كنا عاملين سكاوتنج عليهم قبل كده، كنا عارفين هنعمل ايه. بس احنا جينا بقى في اللي هو الجيم اللي احنا خسرناه ده، زي ما زعتر قال ابتدينا بقى نتعب بقى، واللي هو احنا كده كده هنكسب ابتدينا نوفر طاقتنا شويه. وبعدين اللي ساعدهم الحكام يعني اول 5 نقط كده كانت لتونس يعني، واتظلمنا جامد في الجيم ده، فبقى اللي هو احنا بقينا هم بيكسبوا بوينتس اكتر منا، فاللي هو احنا بنحاول نجري وراهم، كان بالنسبه لنا تعب قوي وارهاق. فاللي هو بقى جينا في الجيم الرابع اللي هو لا خلاص دي بطوله يعني ما فيش وقت، يعني كل واحد لازم يدوس على نفسه ويتعب عشان احنا بنلعب على بطوله. يعني هل كان المشكله يا هنا في موضوع التحكيم ظهر في المباراه النهائيه في تونس، ولا كان في بعض برضو الاخفاق في بعض المباريات في التحكيم برضو؟ لا يعني في الماتشات اللي قبل الفاينل كان الحكام تمام بصراحه، وكانوا فعلا بيحكموا يعني صح وكده. بس جم بقى على ماتش الفاينل مع تونس بصراحه حسن كانوا حكام منين؟ مغرب تقريبا، من المغرب شمال افريقيا، واللاين مان كانوا من تونس. يعني شمال افريقيا. طب هو ده عادي في رولز في البطوله؟ عادي انه يبقى مثلا بيلعب يعني في النهائي؟ يعني احنا كنا خلاص حطينا قدام الامر الواقع يعني، فما كانش في حاجه غير ان احنا نلعب كويس وخلاص. طبعا ان احنا يعني الموضوع بيبقى شويه يعني ممكن يبقى شائك، يبقى ما ينفعش يبقى الفاينل فيه تونس ويبقى فيه حكام بتهيالي موجودين من تونس، صح كده؟ فبصراحه حسبوا كذا نقطه يعني لتونس كده في الشوط اللي احنا خسرناه ده، فيعني فرقوا معاهم كمان كروح يعني، ولكن فوقكم. بصراحه. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، ابقوا معنا. اكيد الحصول على افريقيا بطوله غاليه، ولكن المشاركه في كاس العالم اغلى واغلى، ونجمتنا النهارده اللي مشرفاني في ملاعب الابطال في الفصل كده كنت بنكشهم بتكلم معاهم، عندهم طموح كبير جدا للمشاركه ان شاء الله في كاس العالم. حبيبه يعني شايفه مشاركتكم ازاي في كاس العالم؟ واكيد يعني كانت مي الفصل اللي فات بتقولي ان احنا كنا واخدين ده ستيب، يعني افريقيا كانت ستيب الاستعداد لكاس العالم، كان عينين على كاس العالم. فعلا احنا طموحنا ان احنا طبعا ندخل المربع يعني وننافس على مركز كويس ان شاء الله، ويعني هنستعد كويس قوي الفتره اللي جايه ان احنا ننافس ان شاء الله على مركز يعني. شايفه المستويات قويه طبعا، مستويات افريقيا غير اوروبا خالص. يعني المستويات في كاس العالم بتكون حاجه تانية خالص يعني. انا كان اول مره بالنسبه لي ادخل افريقيا، انا دخلت كاس العالم قبل كده. هو افريقيا يعني فرق قويه، بس كاس العالم حاجة تانية، بيكون في فرق أقوى بكتير وفرق أكتر، فبيكون الموضوع أصعب بكتير من أفريقيا يعني، مش بيكون سهل زي أفريقيا شوية. ولكن يا مي عندكم طموح، يعني أنا وصلت للمرحلة دي، فبيقول لك إن سرقت اسرق جمل المثل، وإن عشقت عشق قمر. لما أوصل للمرحلة دي يبقى عندي طموح أكبر، إن أنا ما بقاش تمثيل مشرف، لا انا عايزه انا ممثل تيشرت منتخب مصر. انا وصلت للمرحله دي، فانا داخله من بدري كده بعرف المنتخبات ان احنا عندنا مستويات قويه. منافسه صعبه ومنافسه شرسه، واكيد ممكن يعني مربع ذهبي يبقى بالنسبه لي افضل حاجه ممكن اوصل لها، لكن ممكن ما بقاش موجود، ولكن اظهر فنيا ان المنتخبات اللي قدام مني بعد كده تبقى عارفه ان في منتخب جاي من مصر هنعمل له 100 حساب. هو احنا كاس العالم بتاعنا اللي كان هنا في مصر كنا بصراحه مستعدين ليه كويس، ورحنا معسكرين بره يعني، رحنا بلغاريا ورحنا روسيا، وكان معانا مدرب اجنبي.
فكان كنا ساعتها حاطين هاند بول قدامنا، بس كانوا ساعتها واخدين اول عالم، فكنا نفسنا نخش مربع ونعمل حاجه، بس الحمد لله يعني عملنا مركز كويس ولعبنا حلو قوي. حتى الفرق الامريكا كانت واخده اول، كنا لعبنا قدامها يعني كويس وكده. بس هو احنا نتمنى يعني ان احنا ان شاء الله نشرف مصر في كاس العالم الجاي. يعني المفروض كل المدربين اللي مسكوا الجيل ده قالوا ده من احسن الاجيال اللي جت في مصر يعني. فاحنا حاطين قدامنا تارجت عالي بصراحه. هنا المشاركة في كاس العالم بتعني لك ايه؟ شايفة مشاركتنا ازاي؟ حبيبة كانت بتقول ان افريقيا قوية ولكن مستوياتها طبعا مش زي اوروبا خالص. ممكن يبقى في افريقيا بيعتمدوا على الاطوال، بيعتمدوا على القوة البدنية، ان هم فايت شوية، ممكن كانت التحاماتهم تبقى قوية معاكو. مفيش التحامات في الكرة الطايرة، انا دخلت في الهاند بول عشان بتقولي كنا حاطين الهاند بول قدامنا. الاطوال بتفرق طبعا في الفولي بول، ولكن الفنيات اكيد في اوروبا اعلى من افريقيا. شايفه مشاركتكم ازاي في كاس العالم؟ يعني احنا طبعا يعني طموحنا ان احنا نلعب زي ما حبيبه قالت على يعني في المربع يعني، وناخد مركز كويس. يعني كل ده هيجي طبعا بالمعسكرات الخارجيه يعني ان شاء الله هنعملها يعني، وطبعا مع الجهاز الفني اللي معانا يعني بصراحه يعني ان شاء الله ان شاء الله هناخد مركز يعني كويس. كابتن ماجد اكيد اتكلم معاكم بعد افريقيا وفي استعداد تاني خالص لكاس العالم الفتره اللي جايه، يعني هيبقى في معسكرات، هيبقى في سفر، قالوا لنا في كذا معسكر بره ان شاء الله، يعني هيعملوا لنا كذا معسكر، وبالذات ان زي ما مي قالت احنا معانا مدرب اجنبي فهو بيحاول يظبط لنا المعسكرات دي وكده. مين فيكم بيلعب في الفريق الاول؟ كلنا احنا كلكم متصاعدين للفريق الاول. احنا الثلاثه. انت بتلعبي في نادي ايه حبيبي؟ السيد. في الصيد. وانت يا مي؟ اهلي. في الاهلي. وادي دجله. وده في تنوع حلو يعني في طيب المشاركه مع الفريق الاول ازاي عملت لكم خبرات؟ يعني ازاي ادتكم الثقه؟ يعني انتوا لسه برضو يعني ما مع فريقكم والفريق الاول، فرق معاكي ايه المشاركه مع الفريق؟ هي طبعا ان انا اكون بلعب اساسيه في الفريق الاول دي حاجه فرقت معايا جدا في مستوايا، وبالذات ان انا من وانا صغيره وانا بتصعد دايما للفرقه الاكبر، فده اداني خبرات كتير قوي ولعبت ماتشات كتير قوي، فده خلاني عندي ثقه اكتر في نفسي بكتير يعني غير قبل كده. مية انت قلتيني ان انا اكبر منهم بسنه ولا ايه؟ بسنه. طيب يعني انت بتبقي في الفريق يعني شويه انت اللي بتحتوي الازمات، دايما في حد كده لازم هي اللي بتحتوي الازمات هي ولا كابتن الفريق؟ كابتن الفريق كمان ما شاء الله. طيب يعني كابتن الفريق بيبقى ليه مهام جوه الملعب وبره الملعب، دي حقيقة. بتقعدي معاهم تقول لهم ايه؟ بتشجعيهم ازاي؟ بتتكلمي معاهم ازاي وانت كمان اكبر سنا وكابتن الفريق؟ اكيد ليكي مهام كمان بره الملعب. هو كده كده بقعد اقول لهم اهم حاجه منظرنا قدام الفرق، وان احنا بنمثل مصر، وان هو ما حدش يقلق، وان احنا كويسين وتعبنا، لان في ساعات بحس الفرقه ابتدت تقلق سيكا، فبيبقى دوري بقى ان انا الم الفرقه واطمنهم يعني. تسمعي لهم كمان لو حد عنده مشكله؟ اكيد ده مهم أكيد. جدا يعني اهم حاجه ان الفرقه كلها تبقى بتحب بعض، يعني محدش يبقى شايل من حد. هي وكمان احنا خلتنا قريبين من بعض كمان. واضح ان انت عامله يعني ده كان اول مره مؤثر قوي. طيب اخيرا كل واحد يقول لي نفسه يحقق ايه؟ حبيبه انا طبعا نفسي يعني ان انا احقق حاجه في كاس العالم، وان احنا كلنا يعني كفرقه نحقق مركز يعني. مي في المنتخب ولا عامه؟ نفسك تحققي ايه في الكره؟ طيب نفسي السنه دي في السيزون ده ان احنا مع الاهلي ناخد اول دوري، اول كاس الرباعيه يعني، ومع المنتخب طبعا نحقق حاجه كله كويسه. كله انت داخله تاخدي كل حاجه يعني. وانت يا هنا كل حاجه يعني زي ما حبيبه قالت فعلا ان احنا يعني نحقق مركز في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه وتبقوا معايا هنا ونحتفل بيكم، ودايما مشرفين مصر، ودايما محققين بطولات، ودايما ابطال افريقيا، بطلات افريقيا، عشان انا دايما متحمسه للتاق المربوطه. حبيبه زعتر انا بشكرك يا حبيبه، شرفتيني ونورتيني. مي غزال انا بشكرك يا مي والله، وهنا تامر بشكرك يا هنا، نورتوني وشرفتوني. وان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله من ملاعب الابطال. الى اللقاء.